يلا تعي عمي تعي شوي تعي الله اكبر تاخذ شوي شوي احد المدنيين قد خرج الله اكبر يا بشار الاسد يا عرصه الله اكبر الله اكبر يا بشار الاسد كل هذا بسبب نسيم كلاب الاسد عايزين يستهدفون المدنيين الله اكبر هو قائد الرجل قائد كتيبة سمنان من فرنسا تعرف نزل الناصر الله اكبر الله اكبر الله اكبر هو احمد قائد شوي مساعد المدنيين الله اكبر يلا الله اكبر كل هذا فعل جرائم نبقى الناس في الشارع المدنيين ولذلك اضطررنا الى حفر هذا الدحر لاخراج الناس منه الله اكبر الله اكبر عطوا طريقه عمليه اجلاء المدنيين لواء حرار الدرب والشرطه كتيبه سلمان الفرنسي بالتعاون مع كتيبه ابو بكر الله اكبر شوي الله أكبر.